بصبح عليكم مرة تانية زملائي وبصبح على مشاهدينا في كل مكان، وخلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة مرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات المختلفة دلوقتي لما الناس بدأت تنزل. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر للمتجه لرمسيس وغمرة، هنلاقي هناك سيولة مرورية. أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية إنما نسبية في الوقت الحالي. لو فضلنا مكملين لحد كوبري الروضة هنلاقي هناك برضو بعض الكثافات اللي بتظهر مرورية، طبعا اللي بتظهر للمتجه لمنطقة بين الجبلين وصولا لحد 15 مايو، وده بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية كمان للمتجه لشارع عباس العقاد. ظهرت كثافات أعلى دائرة المرج للمتجه من نفق السلام وفي اتجاهه للزراعي ومنه للأقاليم. كمان ظهرت كثافات في شارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة وبالتحديد من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات. ظهرت كمان كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العريش والحد الطلبية، وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق والحد العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. محور صفة اللبن في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. هنروح للقليوبية للقادم من الزراعي، بتظهر كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي، وده بسبب أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا للقاهرة. وحتى الطريق الدائري اللي أصبحت قليلة أو قليلة شوية بشكل كبير بعد انتهاء أعمال توسعة الطريق، وبيشهد كمان الاتجاه الآخر كثافات متقطعة، وسط طبعا متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. لكن اللي جاية من الزراعي ومتجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكنها غير مؤثرة بشكل كبير على الحركة المرورية. أما اللي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرا بنها الحر علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع يفضل يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد وبالتحديد من شارع أوجينا، هنلاقي هناك سيولة مرورية. ولو كملنا كمان هنروح لشارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وساعتها هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. خلصت نشرتنا المرورية، وخلي بالكم زي ما بنقول كل يوم ان في شبورة مائية بتظهر بالليل متأخر وبتكمل معانا لحد الصبح بدري، نلتزم بتعليمات المرورية علشان نوصل أشغالنا وبيوتنا بألف سلامة. نرجع مرة تانية لمنى وشاذلي نكمل معاهم باقي فقرات. شكرا لك يا لبن.